قبل الحرب كنت فود بلوجر وكنت بشتغل سوشيال ميديا ماركتينج لكثير من المؤسسات وتقريبا كثير منها مطاعم. الاكل عامل مهم جدا في نشر الثقافه الفلسطينيه زيها زي الفن. لو بدنا نيجي نحكي عن الاكل، الاكلات الفلسطينيه زي المسخن المقلوبه، الاشياء هذه لما تنتشر الناس حتسال شو هويتها، فحتديها طابع فلسطيني، الناس حتعرف فلسطين، وبالتالي احنا بنوصل رساله من خلال الاكل، الناس تعرف انه هذا الاكل فلسطيني وتعرف عن اهل فلسطين وحياتهم ومعاناتهم. انا اخترت المساعدات بان انا اعمل هاي الاكلات لانه ما فيش بديل نهائيا في السوق المحلي غير المساعدات، يعني ما فيش ماده تدخل في غزه من 6 شهور غير المساعدات. فقررت اوظف هذه المساعدات في ان انا اعمل اكل جديد او اكل زاكي، دمجت هاي المساعدات وطلعت منها شيء على الاقل يكون طعمه جديد او طعمه لذيذ. انا بواجه كثير صعوبات في لما اجي اعمل فيديوهات هذه من خلال الغاز مش دائما متوفر، كمان شغل في مواد كتير مش متوفرة، فأنا بضطر أحط بدالها بدائل. أوكي هي بتكونش يعني طبخة زي ما أنا متخيل، لكن خلينا نحكي إنه بتكون منيحة تمام. بتكون غير كمان إنه المساعدات أصلاً لما تنباع في السوق المحلي بتكون كتير غالية، لأنه أصلاً المساعدات مش متوفرة بشكل كبير، جزء بسيط جداً اللي بيجي للناس، والناس اللي محتاجة كاش بتروح بتبيع هاي المساعدات بسعر كبير، بسعر غالي، عشان تقدر تمشي أمورها في مواضيع تانية. رسالة للعالم انه لازم يعرف انه في اكثر من 2.5 مليون غزاوي في غزة بيعانوا، صار لهم اكثر من 6 شهور. اتمنى نكون جزء يومي من حياتكم في انكم تنشروا عنا، تنشروا قصصنا، تنشروا كيف تقدروا تساعدونا. هذا اشي خلينا نحكي بعزز الروح الانسانية عندنا وعندكم، نعرف فعلا انه في ناس بهمهم امرنا، بغض النظر انه صارنا 6 شهور ما فيش اي تحرك، لكن احنا بنراهن على انه دائما تحكوا عنا وعن قصصنا. بعد 6 شهور قررت اعمل محتوى من المساعدات او من المعلبات، نعمل اكل لذيذ، لانه انا عندي خلفيه كبيره في الاكل، فقررت احافظ على هويتي كفود بلوجر، ان انا ابين للناس انه في اكلات بتنعمل من المساعدات بتكون مميزه والى حد ما طعمها لذيذ.